أخبار اليوم. أهلا مرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، حلقة جديدة من شارع الصحافة، ومعنا اليوم حلقة جديدة مميزة ومتميزة مع الكاتب الصحفي الأستاذ خالد محمود مدير عام تحرير أخبار النجوم، يطلعنا على أهم الأخبار والعناوين التي صدر بها أخبار النجوم هذا الأسبوع. أولا نرحب به، أهلا حضرتك. أهلا بك. حضرتك دوما النجوم، أخبار النجوم تطلعنا بما هو مميز ومتميز في عالم الفن والنجوم. هذا الأسبوع ما هو الجديد أو المميز جدا في عناوين أخبار النجوم؟ أخبار النجوم هذا الأسبوع في الحقيقة كانت مواكبة لأكثر من حدث، وفي الحقيقة هي انفردت هذا الأسبوع بغلاف لصورة النجمة ليلى علوي بالنقاب، ودي من كواليس مسلسلها الجديد هي ودافينشي اللي بتقدمه مع النجمة خالد الصاوي، وإن شاء الله هيعرض في رمضان. قدرت أخبار النجوم أنها يعني تخترق حصار كواليس المسلسل سواء بالمعلومات مع صناعه أو بالصور، وفي الحقيقة كان قرار يعني الأستاذ عمرو خياط رئيس تحرير بأن الصورة تبقى على الكفر لأنها فيها إثارة ودهشة، وهي في الحقيقة صورة صحفية مهمة للغاية، واحنا حتى عاملين العنوان نقاب ليلى في رمضان. ايضا طبعا ايضا في هذا الحدث احنا بننشر زي ما احنا كاتبين كده بننفرد بخرائط القنوات في الشهر الكريم، يعني بنشوف القنوات التلفزيونية يعني انتهت لايه في خريطتها في رمضان، كل قناة تعرض مسلسل ايه، كل قناة قدرت تاخد ايه الحصري بالنسبة لها، هتراهن على ايه، كل هذه الكواليس بتاعت الخريطة بتاعت اللي هو الموسم الذهبي للدراما التلفزيونية قايلين تفاصيله في العدد ده في أخبار النجوم. أيضا هناك تحقيق هنتطرق إليه بالتفصيل عن الأزمة اللي أثيرت هذا الأسبوع بسبب تطبيق التصنيف العمري في الرقابة على المصنفات الفنية، ودي تقريبا كده لو مشيت هتقضي على مصطلح للكبار فقط، لان كل فيلم هيبقى ليه تصنيف عمري 12 سنه 14 سنه 16 سنه. برضو عاملين تحقيق عمله اكتر من زميل بنرصد فيها زي الحكايه وردود افعالها. ايضا يعني لو مشينا بقى جوه العدد هنلاقي في مهرجان اسماعيليه ان شاء الله الافتتاح بتاعه يوم الاربعاء، عاملين زميلنا احمد سيد عامل تغطيه لمهرجان اسماعيليه للسينما التسجيليه والقصيره اللي بيعود وفي امال وطموحات كبيره عند صناعه، بيعرض ايه هذا العام، ايه الافلام المشتركه في المسابقه، وفي فيلمين من مصر بيشتركوا سواء في الروائيه او التسجيليه. ايضا عندنا موضوع في موضوع عمر الشريف، كان في ملف انتم بتجهزوه له، وهل انتهيته وهيصدر يعني في العدد دوت ولا في العدد الجاي ولا يعني؟ لا ده لسه يعني لسه عليه شويه. هنا احنا يعني يعني من ضمن الاخبار المهمه برضو اللي في العدد ان عمرو واكد هيشارك في فيلم جديد فلسطيني، متكلمين عن الجديد اللي في ليالي الحلميه، ازاي فيلم نوارة برضو يعني قدر يحقق مردود مادي وايرادات في شباك التذاكر في القاهرة رغم انه بيتقال عليه انه فيلم جوائز. لو عدنا بعد الموضوع الرئيسي، انتوا في الموضوع الرئيسي ايضا اللي هو مسلسل ليلى علوي وخالد الصاوي منفردين بمجموعة صور جديدة. في التصنيف العمري طبعا اتكلمنا عنه، عاملاه رزان الغرباوي وشريهان نبيل، وجايبين حتى اراء الجمهور قدام السينمات، هل هيلتزموا بده ولا لا، هل مديرين دور العرض هيبقوا على قدر المسؤوليه في ان هم يطبقوا مساله التصنيف العمري ولا لا. ايضا المجله بترصد حوالي 50 مليون دولار رصدهم بروتانا لإنتاج أفلام سينمائية 50 فيلم،
هنشوف احنا رصدين ازاي ده هيتم وايه الاتفاقات اللي تمت وهل هتعمل انتعاشة في سوق الانتاج السينمائي المصري ولا لا. متكلمين مع الموزعين ومع المنتجين. احنا نجوم فوق السن يعني. احنا هنا هذا التحقيق في الحقيقة فكرته جميلة قوي عاملاه زميلتنا امل صبحي عن مجموعة الاسماء اللي ظهرت وهي كبيرة في السن وقدرت تحقق تواجد متميز قوي زي سيد رجب، زي ليلى عز العرب، زي ياسر علي ماهر، وزي بيومي فؤاد اللي بقى فاكهه الافلام دلوقتي النجوم معظمهم بيستعينوا بيه لانه راجل يعني دمه خفيف وبيحقق يعني ايه عامل علاقه حلوه بينه وبين الجمهور. ومعنا الكاتبه الصحفيه امل صبحي تحدثنا عن تحقيق الانفراد الذي قامت به هذا الاسبوع في اخبار النجوم حول نجوم فوق السن. اهلا بيكم امل. اهلا بيكم، منورينا في مجله اخبار النجوم. كلميني عن التحقيق الانفراد بتاعك الاسبوع دوت اللي عمل شغل كويس يعني، حضرتك الفكره جاتك ازاي؟ هو بصراحه الموضوع انساني قبل ما يكون فني، هو بصراحه كان عن النجوم اللي اشتهروا او زعصتهم مع المشاهدين او الجمهور في سن كبير شويه. كان عندنا من النماذج دي طبعا احنا عرفنا طبعا من خلال الدراما في رمضان، وكان رمضان وش الخير عليهم، كان سيد رجب وبيومي فؤاد وياسر علي ماهر، هما طبعا دول كانوا، وطبعا ليلى عز العرب بس مؤخرهم لان هي كان الثلاثه الاولانيين كان بدايتهم مسرح، ويمكن المسرح هو اللي ضيع وقت كتير قوي من حياتهم، كانت ليهم اكتر من تجربه، بس المسرح زي ما حضرتك عارف ان الجمهور ما بيعرفوش كتير او رواد المسرح مش كتير، فهو جت انطلقتهم من خلال الدراما وكانت اعمال فنيه ناجحه في رمضان هي اللي قدمتهم بشكل تاني، قعدت تقدمش يعني تقديمهم بتاريخهم الفني من خلال هذه الاعمال الدراما الرمضانيه. طبعا تفاصيل هنلاقيها في اخبار النجوم الاسبوع ده، ولكن حضرتك ابرز الناس انت تناولتيهم في حياتهم؟ هم يمكن ثلاثة اللي انا ذكرت لحضرتك الاولين اللي هم كان بدايتهم مسرح، سيد رجب، بيومي فؤاد، ياسر علي ماهر طبعا باحترامه والقابهم كلهم، واخيرا ليلى عز العرب. اذا نتابع في اخبار النجوم هذا الاسبوع اخبار فوق النجوم فوق السن. نجوم فوق السن انا بدعوكم ان شاء الله، والموضوع هتلاقوه انساني جدا، كل واحد فيهم بيحكي عن تجربته وبداياته اللي ممكن الجمهور ما يعرفهاش لحد ما وصل دلوقتي والناس بقت عارفاه في التلفزيون. رمضان قادم وهذا موسم يعني معروف انه موسم دراما، موسم يعني تلفزيوني، ما الجديد في اخبار النجوم عن رمضان واستعدادات رمضان؟ الخريطه الى حد ما القنوات لمحت انها هتعرض هذه الاعمال السنه دي، في اعمال كثيره خلصت بدري عكس كل سنه، استقرت القنوات على اسماء بعينها تعرض المسلسل واحد على الاقل عرض حصري، فاحنا ناشرين اللي هو خريطه القنوات على يعني ايه مين بيقدم ايه طبعا، وما زال الصراع موجود بين القنوات طبعا يعني في موضوع دراما رمضان تخطف نجوم الطرب، احنا نقصد انه في اكتر من مطرب بيشترك في اكتر من مسلسل، طبعا في مقدمتهم الفنان الكبير محمد منير اللي بيعمل مسلسل اسمه المغنى او المغني زي ما هيطلقوا عليه، سيرة الطرب وعلاقته بالوطن الى اخره يعني، واحنا كلنا بنترقب هذه التجربة اللي بنتمنى لها النجاح للكينج يعني. تقريبا دي يعني اهم الموضوعات اللي موجودة عندنا. تحليل يعني برضو عن العرض المسرحي الانسان الطيب في قسم المسرح ده، في نفس القسم برضو عن اول مهرجان للشباب الجنوب في المسرح برضو في الاقصر، والاقصر في الحقيقة ابتدت يبقى ليها نصيب الاسد وده اهتمام كويس قوي باهل الصعيد، عندنا اكتر من مهرجان دلوقتي في الاقصر، السينما الافريقيه والسينما الاوروبيه ومسرح الجنوب. اذا هناك الكثير والكثير من العناوين والاخبار الفنيه التي تصدر بها اخبار النجوم هذا الاسبوع. فحضرتك انت يعني عملت لنا رصد كامل، ونحن ايضا نشكرك على هذا الرصد الجميل، واكيد نعد القراء بان يلاقوا الكثير من المتعه في هذه الاخبار الفنيه في اخبار النجوم. حضرتك شكرا لك. اخبار النجوم سباقه بالانفرادات، وانتظروا الكثير يعني. بهذا مشاهدينا مشاهدي بوابه اخبار اليوم نكون قد وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا من شارع الصحافه، وكان معنا الكاتب الصحفي الاستاذ خالد الذي أطلعنا على أهم العناوين التي تصدر بها أخبار النجوم في هذا الأسبوع. شكرا لكم، انتظرونا في لقاءات قادمة إن شاء الله.